اهو رحيم بحاول وربنا يسهل. طيب وعماد وسامي المحامي رأيهم ايه؟ هما بيقولوا لماما انهم بيحاولوا هما كمان. تعرفي مين اكتر واحد فيهم هيحاول؟ رحيم طبعا. بالعكس عماد، عشان حس انك انت لسه بتحب رحيم، عشان كده هيعمل المستحيل عشان يثبت لك ان اللي فضلتيه عليه ده خيخة ولا يعرف يعمل اي حاجة. وده حلو مش وحش. انا رأيي تكلميه وتديله ريق حلو. انت بتقول ايه يا بابا؟ انت عايزني اكلم عماد؟ وفيها ايه يا بنتي؟ عماد خطيبك وفهم جوزك. بقول لك ايه يا بابا، ما تعصبنيش. عماد من اول المصيبه اللي حصلت لي دي وهو مش موجود. جات الفرصه دلوقتي عشان يبقى معاكي. انت عارف ايه الفرق ما بين رحيم وعماد؟ انا عارفه ان الاتنين بيحبوني، بس رحيم بيحبني مش مستني مني اي مقابل، بيساعدني وهو عارف كويس قوي ان بكره ممكن ما اكونش معاه. لكن عماد بيحبني كأن اللعبه بتاعته، اللعبه ما ينفعش اي حد ياخدها غيره. وفي رايي ده ما اسموش حب، ده مرض، مرض وملوش علاج. خش جوه. هشام، انا عايز كل ساعه مطرب جديد لحد الصبح. ايوه بس موضوع زي ده هيكلف فلوس كتير. نص المطربين اللي هتكلمهم اول ما يعرفوا ان رجعت المركب هيجوا مجامله من غير فلوس. تمام. السلام عليكم. انا قلت مش معقول ترجع مركبك وما اجيش ابارك لك يا رحيم بيه. يا اهلا يا عمده. تصدق انت ابن حلال؟ انا كنت هجيلك لحد عندك في المصنع علشان اشكرك على الواجب اللي انت عملته مع هشام. لا ما تقولش كده، هشام ده اخويا الصغير، في ساعات بيجيله حالات كده يتهاله انه كبر. بس معلش. هي داليا فين؟ انا مش عارف انت ليه مصر تسأل نفس السؤال يا عمده، رغم انك متأكد انك مش هتطلع منه بإجابة مفيدة. ساعات الإجابات بتيجي لوحدها. أنت عارف إن في بعض أسئلة مش محتاجة كلام عشان تجاوب عليها. الله، ده أنت جاي تقسم علينا بقى. العفو. طب يا رحيم أنا هنزل أبص على كام حاجة كده وأطلع. استنى يا ابني، عمك عماد مش هيطول. ولا تحب تيجي معانا أفرجك على التجديدات اللي إحنا بنعملها في المركب؟ أحسن حاجة إنك تتفرج على المكان مع أصحاب. اتفضل. رحيم باشا. ايوه متولي. ايه؟ طب خلي كل حاجة زي ما هي. أنا جاي لك. على السلامة. يا مؤاخذة يا عمدة، أنا لازم أمشي دلوقتي حالا. المكان مكانك. لو إيه؟ معاك هشام. يا حامد، مش على بعضك ليه من ساعة لما دخلت؟ وأنا مش هبقى على بعض ليه سعادتك؟ فين داليا؟ محدش عرفني، أنا بقالي سنين ما شفتهاش. أمال مين اللي راح لها عند الشغل واستناها في الجراش؟ ما سيادتك عارف كل حاجة أهو. بتكذب ليه؟ ربنا ما يحكم عليك بالحوجة يا باشا. هقول إيه؟ أشوف بنت عشان آخد منها فلوس؟ في أب هيقول كده؟ لا طبعا، عندك حق.
تاني مش عندي دباسة وعمرها ما هتجيلي. اشمعنى؟ حب فاشل وشبهة ليها، هتجيلي ليه؟ عشان انت الوحيد فعلا مش ممكن حد يفكر فيه. غدا مع مين يا حامد؟ مع بنتي سعادتك. بنتك؟ بنتك ربنا يديها الصحة بتاكل في طبقين؟ ولا أنت اللي بتاكل في طبقين؟ بتشتغل إيه يا حامد؟ على باب الله سعادتك. على باب الله. كلنا على باب الله، المهم بقى بتشتغل ايه؟ على المعاش، انا على المعاش. معاش؟ حلو الفيلم ده. غريبة جدا. آسف جدا. مش كفاية كده؟ كفاية. اتفضل. نورت يا عماد بيه. انت تقعد تتغدى معانا بقى. احنا عندنا كام صنف جداد كده والشيف اللي عندنا الجديد. مش هتبطل استعباط بقى يا هشام. ما انا قلت لك الموضوع مش سهل. لكن سهل انك تاخد الشيك وتصرفه بسرعة. شوف انا مش محتاج افكرك ان لولايا كان زمانك مدفون دلوقتي. مش بعيد ابو ورده كان ساب جتتك في الطن. وجميلك ده فوق دماغي. بس انا محتاج حبه وقت. ما عنديش. لو كان عندي وقت كنت اديتك، بس ما عنديش للاسف. بعدين ما تصعش، ها؟ تاخد شويه وقت تلم فلوس وتيجي تقول لي فلوسك ايه ومالكش حاجه عندي. لو انت فاهم ان المساله فلوس تبقى غلطان. بكره اعرف داليا فين. ماشي يا اتش. اهلا يا حلم. ازيك يا رحاب؟ كويس. اهلا وسهلا. خير؟ هو رحيم فين؟ اصل رحيم عدى علينا وقال لنا ان احنا هنيجي يعني نقعد عندكم هنا في القصر. في الخير. اول ما عرف يرجع حقه افتكر الناس اللي وقفت جنبه، مش الناس اللي كلت لحمه وهو في السجن. رحيم طول عمره صاحب واج. تفضلوا خدوا راحتكم، هبعت لكم حد يطلع معاكم الشنط. امال سيد فين؟ سيد؟ ما انت فاهم يا حلم، مش محتاجة يعني اشرح لك سيد ممكن يكون فين دلوقتي. بس اكيد القصر ده اخر مكان ممكن يكون موجود فيه. معلش هسيبكوا عشان مصدعة شوية. البيت بدأ. ده ايه قلة الذوق اللي هي فيها دي؟ معلش يا حبيبتي، اصل الصدمة صعبة عليها قوي.
حنان حنان بلاش بلاش ايه يا اخو؟ شغل النسوان ده الراجل فتح لنا بيته اهمادي كده لغايه ما ربنا يكرمنا احنا كمان ان شاء الله مش عايز اي مشاكل ها؟ مش هعمل مشاكل يا اخويا مفيش مشاكل ان شاء الله. حلمي هو انا ممكن ابقى اجيب صحابي هنا عندي؟ اه طبعا عمك رحيم ده اخويا يا بت اعمل اللي انت عايزاه. اتفقنا. شايفه النجفه حلوه ازاي؟ فظيعه فظيعه. حنان حنان يلا 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 ايه؟ هي مش قالت انها هتبعت حد يجي ياخد الشنط؟ حنان زق عجل يلا 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 يلا. العربية دي يا باشا لقيناها في المينا بقالها يومين، وبعدين جالنا ظرف فيه مفتاح، قلنا دي أكيد رسالة وبتوصل لك. أنت متأكد إن محدش بلغ من عندك؟ يا نهار أسود، يا نهار أسود، عيب عليك يا باشا. بس عايزين نبلغ بسرعة يعني عشان ما نتأذيش. ما تقلقش. أبص عليها بصة بس وبعدين بلغ. ما كانش معاها حاجة ولا قلبتوها؟ يا نهار أسود. عيب عليك يا باشا دي أمانة. ما لقيناش معاها غير الشنطة دي ومحدش لمسها غير يعني عشان اديها لك.